مساء الخير أصدقائي العراق وكندا وجميع الموجودين في صفحتنا الحلوة. عيد مبارك. وصالي تقريبا حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر ما مسجل أي لايف، ولا أنه حاكي بأي مواضيع، يعني بظروف اللي أنا مريت بيها الصحية وعائلتي، فكنت كلش مشغول، يعني ما عندي وقت نهائيا أصلا للفيسبوك. أنا أشكر الآدمنية اللي أدوا الواجب وياي والموجودين وساعدوني في الظروف اللي مريت بيها. إن شاء الله حبقى على تواصل وياكم، وحنحكي بمواضيع جديدة وعدة مواضيع ما يخص اللجوء والهجرة، ونرجع من جديد إنه نساعد الناس في الموجودين في كندا، الجالية العربية والعراقية، والناس اللي تتجي إلى من خارج كندا إلى عن طريق اللجوء أو الهجرة. اليوم راح أحكي في موضوع بسبب النصب والاحتيال الموجود في عالم العربي أو بداخل كندا أو خارج كندا. الناس اللي موجودة خارج كندا أو الموجودين في العراق يجون إلى كندا بأسهل الطرق وأسرع الطرق، وهذا حقهم، لأنه كل شخص من حقه أنه يعيش في أي مكان، ومن حقه أنه يتكيف في أي مكان، ومن حقه أنه يختار المكان اللي يعيش به، ولكنه يجب أن توصل إلى بر الأمان وبأقصر الطرق وأقل التكاليف وأقل خطورة. واليوم أنه في بعض الميديا ومن ضمنها الفيسبوك أنه أصبح وسيلة للترويج على مكانات أو إذا مكاتب أو إلى أشخاص يقومون بجلب الناس إلى كندا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا، ولكنه حدث العاقل بما يعقل، وهذه مقولة معروفة ويجب أنه الكل يعرفها. اليوم أنه أنت من شخص يعرض عليك الموضوع، يجب أن تتأكد وتشغل مخك، ومن ثم أنه تعرف هذا الطريق صحيح أو طريق خطأ. هواية ناس تقول إحنا مخولين من دائرة الهجرة CIC أو دائرة الحكومة الكندية بجلب الناس. بعض الناس تزدي صورة الواتساب حكومة الكندية تطلب 700 شخص لاجئ عراقي، إحنا مخولين في محافظة كركوك، إحنا دائرة سفر وسياحة مخولة في النجف بإعطاء الفيزا عن طريق هذه، مكتب في الأردن شركة فاتحة، ثم أنه إحنا مخولين من دائرة الهجرة، ناس وصلوا. هذا كل الكلام انه يجب ان تتاكد من عنده. الموجودين هنا في كندا المحامين يدعي انه انا عندي علاقه ويا الهجره، شخص يقول لك انا مخول من دائره الهجره هنا. انت اليوم من شخص يقول لك هاي دوله كندا او هاي الدوله الاوروبيه او هذه الحكومه المبنيه على اساس قوي صار لها الاف السنين تشتغل في مجال الهجره او اللجوء، يعني ممكن انه تعطي تخويل لشخص بدون شيء رسمي؟ اذا اليوم انه يحكي عن نيابه عن الحكومه الكنديه او شخص انه اكس او واي يقول انا مخول من دائره الهجره، يجب انه انت كشخص تتاكد من عنده، يجب انه تاخذ من عنده الكود مالته او اللايسنس اللي خاصه به، وتسوي بحث عليها في موقع الحكومه الكنديه وتتاكد من مصدرها. يجب ان يكون عنده مكتب رسمي مفتوح بكندا وعنده ويب سايت معلوم ومكان انه موجود به. الفورمات او الابليكيشن ما يخص الكفاله الخماسيه والكنسيه وجميع المعاملات دائرة الهجرة بما يخص لهم الشمل والهجرة إلى كندا كلها موجودة في ويب سايت الحكومة الكندية ومجانا. فاليوم أنه تتصل بشخص أو تتصل ب X أو Y ويقول لك أنا حطيك الابليكيشن تبلي لي إياه وعطيني 200 دولار هو كش مكلفته، هو أنه زيرو، أنه بأسن نزلها من الأونلاين وطبع لك إياها ودز لك إياها attachment إلى الإيميل حتى تبلي لي إياه. إذا اليوم أنه لحد الآن زيرو، تقدر انه انت نفسك كشخص انه رأساً تروح على الويب سايت الحكومه الكنديه وتلقي الابلكيشنات. اذا شخص انه اللغه الانجليزيه ضعيفه او اللغه الفرنسيه ضعيفه يقدر يستعين بناس يساعدوه بهذا المجال. هواي عندنا خريجين بالعراق وموجودين يعرفون اللغه الخليجيه، الاداب انجليزي، خريجين لغات انجليزي، يقدر يساعدك بالويب سايت وموجود التفاصيل. اي شخص يجي للهجره لازم عنده ايلتس، ما يجي انه واحد يقول لك اني صاحب مكتب، ما تحتاج ايلتس، حوديك هجره الى كندا واكو ناس وصلت هناك وعرض عمل موجود، هذا كله كذب. عدم المصداقية يجب أن تكون أنت عندك عقلك وتفكر بطريقة هذه. عندنا واحد من الأشخاص أو شخصا في الأردن دافعين 23,000 دولار، 23,000 دولار، ودز لي أنه صورة جواز سفر الشخص اللي مطهية واسم الشركة والوصولات كلها عندنا موجودة، واقع الفخ وتالي متالي صار له سنتين يمخزلون بي ويقولوا له اي باكر وعقبة. هذه بدأوا وياه بال500 دولار أو 200 دولار عن طريق الاستمارات، ومن ثم حنسوي لك مقابلة وراها أخذوا 500، ومن ثم وراها أنه وصل المبلغ ل 23,000 دولار، وحدا هو بعده بالأردن، لا وصل للعراق ولا وصل لكندا. المهم أنه خسر الفلوس والتمخزل موجود، وهذا
هذه، حتى محادثات الفايبر والرقم المتصل بالأردن موجودة عندنا إحنا، وكل تفاصيلها موجودة، ولكنهم أعطيناه الطريقة اللي يقدر يبلغ بيها، ما نقدر نكون طرف ثالث ولا نقدر نصرح بالشيء انه نساعد بهذا المجال، ولكن اعطينا الويب سايت مال الار سي ام بي اللي هي الرويال موتور بوليس سيرفيس اللي هي خاصه مثل نقدر نقول الاف بي اي في كندا، ويب سايت الحكومه الكنديه سي اي سي بي، برنامج موقع اللي الناس اللي توقع بالفخ والنصب والاحتيال التبليغ به، المخابرات الكنديه الانتليجنت سيرفيس موجوده بها ويب سايت انه نصب والاحتيال وطريقه اخذ المبالغ، اربعه الانتربول الشرطه الدوليه تقدر تبلغ بها ومن ثم تاخذ حقوقك، خامسا واخيرا الحكومه المحليه والدوله اللي انت بها، اذا كنت بالعراق نصب عليك بالعراق وعندك انه تقدر تتصل بالشرطه المحليه تقدر تبلغهم عن طريق هذه. الفيسبوك ليح المشكله اليوم انه انت تبلغ العراق وكندا وتبلغ اي صفحه تقول انه تفضح شخص انه اخذ فلوسك او نصبك ما راح ترجع لك فلوسك، بلكنه ان الغرض من عندنا انت تريد ترجع فلوسك، اذا اليوم انه انت لازم تسلك الطريق القانوني، والطريق القانوني اللي هي انه تبلغ عليه حتى تحمي نفسك ترجع فلوسك ومن ثم انه تحمي الاخرين. اليوم انه انت لا تصير قشمر، خلينا نحكيها مع احتراماتي على هالكلمه، ولكن اقول لك لا تصير قشمر، لا تصير انه انت كشخص انه لقمه سهله للناس النصابين المحترين. الميديا الفيسبوك وسيله وبيها صفحات عده فيسبوك فيك، انا واحد من الناس والعراق وكندا انا صارت اربع صفحات صادين عن طريق التعاون الفيسبوك واغلاقها، وبعض الاعضاء عاونونا في هذا المجال حتى انه نحمي الاخرين. اليوم انه انت لازم تعطي معلومه، حدث العاقل بما يعقل، شغل مخك وفكر انه هذا الشخص فعلا مجاز، قل له شوف لي اوراق رسميه، اتاكد من مواقع رسميه مثل العراق اذا بتجي انه يقول لك يا قول له اعطيني مهله، جيب الاوراق الرسميه ما اشوف لك يا اقول لك انه صحيح ولا لا، مستعد عن طريق منظمه العراق وكندا اتصل بالمكان اللي هو به واتاكد من مكانه، مكتبه في تورنتو او في عمان، او نقدر يعني انا صار لي هنا 12 سنه او 11 سنه اقدر اوف الويب سايت انه راح يفيدك وينفعك. احنا نقدم خدمات مجانا، العراق وكندا ما طلبت فلوس من اي شخص ولا انه طلبت من عنده لا 200 دولار ولا 100 دولار، ولكن اذا قدم خدمه مجانا نساعدكم، استعينوا بينا واحنا حنساعدكم، نطليكم على الطريق الصحيح والقانوني ونساعد دائره الاميجريشن في انه حتى نحافظ على حقوق الاخرين وحقوقك. عيد مبارك، وان شاء الله اتمنى الخير والسلامه للجميع، واللي جديد في صفحة العراق وكندا يمكن يشوفني أول مرة، وبعض الناس إنه يشوفوني كانوا في يوتيوب أو يشوفوني في بعض المكانات، إن شاء الله إنه أبقى أتواصل مع الكل، وأشكر كل من ساعد في خدمة العراق وكندا، وكل ما إنه دعم العراق وكندا، وكل من إنه وجه دعوة إلى جروب العراق وكندا والعراق وكندا. شكرا لكم ومع السلامة.